في المحاضرة دي هنكمل كلامنا عن المدونة. احنا كنا عملنا المدونة دي، المرة دي احنا عملنا استيراد لموضوعات فيها، بقى فيها 144 موضوع، عشان عايزين نتكلم عن الموضوع اللي هو اهم من المدونة. الموضوعات هي اهم من المدونة. يعني انت لما بتختار انت هتعمل مدونة بتعملها عشان انت عايز تكتب حاجات تخصك وانت بتحبها وشايف ان هي مهمة، هي دي نقطة المهمة. وانت عشان تكتبها بتفكر كويس وتكتب، لازم تكون التدوينة فيها بيانات، يعني مثلا تدوينة تكون تدوينة مفيدة فعلا لأي حد يقراها. فمثلا على سبيل المثال، احنا بعد ما ضفنا الموضوعات بقى شكل الموضوعات كده، بقى عندنا 100، هنا بقى عندنا 153، في 3 درافت يعني مسودة يعني كده، في وفي الببلشد 150، يعني المنشور اللي الناس تقدر تشوفه 150. لو انا عملت فيو بلوج بالوضع الجديد ده، ظاهر لي بقى كل الموضوعات في شهر ابريل، الحاجات القديمة كلها مثلا، حاجات زي كده، دي موضوعات يمكن ما يعني، بس احنا بنجرب بيها الموضوعات دي. طبعا هنا مثلا كورس كامل مهارات اكسل، هنلاقي جدول فيه اللينكات وفيه الاسماء وكده، بس طبعا ده شكل بدائي للمدونة. مع ان المدونات دي اللي عاملاها مين؟ اللي عاملاها جوجل. وطبعا الصورة دي مش متنسقة وخارجة عن الإطار، لازم أظبط مقاسها. يعني صورة زي دي، فباجي مثلا أنا هنا وأنا اللي عامل، أدوس على الرمز التحرير ده إيديت، وأبدأ إن أنا أخش جوه المدونة دي، جوه هيفتح لي الموضوع ده، وأبدأ إن أنا إيه أشوف الصورة الكبيرة دي، وأختار إن هي تبقى ميديوم، مقاس صغير، أو أوريجينال سايز هبقى كبير. طب ارجع تاني اقول له عايزها ميديوم، فمقاسها كده. انت بقى لما هعمل تحديث ابديت، واخش كده تاني في المعلومات تهمك دي، واعمل ريلود، وانزل كده اشوف الصورة اللي كانت خارجة. في صور كتير، ده انا بوريك بقى يعني ان احنا لازم نظبط على حسب النموذج او التمبلت اللي احنا مستخدمينه. هنا بقت صغيرة، بس لو دوست عليها كده تكبر، لو عملت كليك عليها كده تكبر، يعني اللي عايز يقراها يقراها. ممكن انا اظبطها بقى ببرنامج الفوتوشوب، وانظم التنسيقات بتاعتي، يعني هنا انظم الحاجات بتاعتي دي، ما تبقاش الدنيا فوضى زي ما باينه هنا كده، لان الهدف ان انا اوريك ان الحاجات دي معمولة كلها للتدريب وليست حاجات، يعني باستثناء طبعا الجداول دي اللي هي متاخده جدول كوبي بيست من حته لحته، برضك ما فيهوش اهتمام بالتدوين يعني. ولكن اهم من التنسيق واهم من المحتوى، المحتوى هو اللي مهم جدا. طب فرضنا ان انا النهارده في الدرس بتاعنا بنستعرض بعض الحاجات الرئيسيه جوه المدونه، زي ان انا عملت اديت، يعني مثلا كيف تحمي نفسك من مرض السكر ده، او كورس كامل في مهارات الاكسل. فمثلا اجي اعمل ايديت في كورس كامل لمهارات الاكسل، اخش الاقي الكورس، الاقي مثلا ممكن مثلا اختار الجزء ده كده واخليه يتسنتر زي الوورد، زي برنامج الوورد، يعني لازم ناخد حبة مهارات في الكلام ده. بس لو انا ناسخ حاجات من بره، وعايز ان انا وانا كاتب ناسخها واخد رايح اي موقع مثلا، جداول بيانات، اي طبعا حاجة. المهم الهدف من القصة دي ان انا هنسخ حبة حاجات، يعني هنسخ دول كده. الحاجات دي لما بتتنسخ بيبقى فيه حاجات لينكات يعني هايبر لينك، حتى النسخ فيه بروبلم، يعني فيه مشكلة. هعمل كوبي واجي في المدونة بتاعتي، واجي هنا اعمل بيست مثلا. ممكن تكون في بعض الحاجات زي الاتنين يعني في حبة ارقام هنا، ممكن لما اعمل ابديت واعمل فيو للموضوع ده بس، الاقي طبعا في حاجات اتفرج على الموضوع بتاعي بقى في شكله ايه، والكتابة اللي موجودة دي هنا. التنسيق ده يا جماعة يعني هو جات لي هنا متنسقة، لكن الافضل ان انا اخد كل حاجة انسقها انا بنفسي. ليه؟ طب هعمل الكلام ده ازاي هنا كده؟ طب نرجع تاني نعمل ايديت او معلم المجموعه دي، ده واضح ان التنسيق ما اتشالش. الاداه دي بقى تعمل ايه؟ ريموف فورماتنج، خلاص الاداه دي. احنا خدنا كمان دي حاجات مهمه ممكن تكون مش موجوده في الوورد، او موجوده طبعا بس مش بالطريقه دي.
انا كده رجعت تاني عشان الشكل اللي انا كنت شايفه. ويستحسن دول برضك ان انا استخدم ريموف فورماتنج. ريموف فورماتنج بيخلي الفورمات، انا بقى اللي اعمل فورماتنج بنفسي، اخلي مثلا ده بولد، اغير الفونت اكبره وهكذا. يعني اقدر ان انا طبعا عندي مقاسات ثابتة، بس طبعا هنتعلم نقدر نعمل حاجات كتير. نقدر ناخد حاجات من الوورد، او حاجات ننسقها في لغة يعني المكتوب ده كله بيتحول للغة HTML، يعني بيتحول للغة HTML. فممكن لو انا بفهم حبة لغة، دارس حبة لغة، عشان كده كورس ال HTML ده مهم. هتلاقي فيه كورس موجود كامل HTML، لو انت عايز الكورس كامل ابعت لنا تعليق واحنا هنحطه لك بالكامل. هو في منه كام ملف موجودين وناس كتير شرحاه، يعني بيوضح بقى ان انا ازاي اتحكم في الشكل العام، هيطلع ازاي بيتحكم اكتر، لان الادوات اللي موجودة عندي هنا دي مش كاملة او مش كفاية. طب انا يعني تقريبا انت تقدر تقعد تجرب، لكن اهم حاجة دي ادوات التحرير، دي ال HTML ده التراجع. هنا ممكن اعمل 1 2 3، هنا اشيل اندو فورمات، ده مهم جدا ده. هنا لون الفونت نفسه، يعني مثلا محتوى الكورس ده اخلي اللون بتاعه اللي انا كان المفروض ادرس عليها في الاول لون الفونت. هنا اهم حاجة الليبلز دي، ان كل موضوع من دول بديله تصنيفة. انا مدوس عليها كل دي التصنيفات اللي انا كنت حاططها لل 140 موضوع المحطوطين، يوتيوب، فيزياء ثانوية عامة، احصاء، رياضة اعدادية، اكسس، اكسل، برمجة، سي بلس بلس كده، يعني معلومات عن الصحة. ممكن الاقي يبقى هنا زي مرض السكر دي، فكده انا عندي ده هيعمل شغل معايا جاي مهم قوي دي. طب يعني دي مهمة، يعني الاساسيات كل اللي موجود ده مهم، كل حاجة هنا مهمة، لكن في حاجات اساسية. ده اللي انا هدفي في المحاضرة دي، ان اتكلم في الحاجات الاساسية دي اللي هي هتخليك تعمل ستارت ابديت. رجعت تاني ابديت كده، اقدر ان انا دلوقتي اشوف البردك المحاضرة دي شكلها ايه، مهارات كورس كام، الاقي خلاص لما اعرضها الاقي شكلها يعني بقى زي ما انا عايز، يعني مش زي ما انا عايز، يعني بيتغير معايا. يبقى انا عرفت ان انا لما اجي اعمل محاضرة بنسقها. الحاجة التانية، مش عاجبني شكل المدونة، ففي عندي حاجة اسمها لي اوت وسيمز. السيمز دي ناخد السيمز الاول. السيمز دي طبعا ادي شكلها اهو، وهنا شكلها على الموبايل، ده شكلها وده شكلها على الموبايل، حاجة محترمة جدا. انا ادوس كده على الموبايل، لو انا شفت الحاجة دي على الموبايل واقول له بريفيو، وريني شكلها على الموبايل، الناس اللي على الموبايل هيشوفوا كده بالمنظر ده. طب جميل، هنا شكلها اللي هو بتاعنا ده اللي هو على جهاز الكمبيوتر. طب انا ممكن اغير الشكل اللي على جهاز الكمبيوتر ده، ان انا اخليها دي كلها تمبلتس متصنفة تحت، كل واحدة فيها تحت اسم معين، في يمكن السيمبل، في الديناميك، فيها كذا. طب انا ممكن اختار دي مثلا، دي ديناميك، هيبان لي شكلها، الشكل هيطلع بالمنظر ده. اقول له ابلاي تو بلوج، اما اقول له ابلاي تو بلوج واقول له فيو بلوج، هشوف البلوج بتاعتي واخده شكل تاني وشغل بقت كده. ايه طبعا الحاجات الجميلة دي، صور بقى وديزاين وحاجات جامدة طلع. هو ميزة في كذا برضك في دول فيهم كذا اوبشن، يعني في كلاسيك، ده الكلاسيك، لو قلت كلاسيك كده هيطلع لي شكل تاني، ده شكل كلاسيك اهو. طب لو انا دوست على دي فليب كارد، دي هيطلع لي شكل تالت، اشكال، كل دي اشكال آلية للمدونة من غير ما ابذل مجهود كبير، من غير ما افكر ولا اصمم. يعني هو بيفرض عليا اشكال تمبلت او قوالب جاهزة، شكل مجلة. شكل مجلة يعني ايه؟ جايب لي مثلا موضوع الاولاني اللي انا عملته، مجموعة مواضيع في جنب بعض كده، وبعدين كل موضوع تحت المواضيع تحت بعضيها، ولو انا عايز اشوف بقية البيانات في الموضوع ادوس على الموضوع، اعمل كليك كده عليه، الاقي الموضوع اتفتح، اقدر اتفرج عليه كده بالكامل، واقدر اشيره ومين اللي كتبه، ده دي الليبلز بتاعته، يعني التصنيف برامج ومقالات تقنية ومهندس بديع، وهنا المحترف، وهنا اعمل لها تويت او اعمل لايك او اعمل تويت، اعمل لها تويت على تويتر يعني، واعمل ايه، اخش لو انا عندي حساب تويتر وابدا ايه احذفها على التويت ده. يبقى ده شكل تاني في الشكل ده.
جرب الاشكال دي، مشي ايدك في، افهم مفهوم التمبلت. يعني ايه تمبلت؟ هنا في شكل تاني، قائمة جانبية، فدي حاجات جاهزة اهي. في سناب شوت اللي هي اللقطة اللي احنا قلنا عليها، في تايم لاين او تايم سلايد، يعني ايه كده؟ جايب لي 3 حاجات، وكل ما هدوس على اي موضوع، هنا دي صورة، ده موضوع مثلا لتحسين توافق كذا، يفتح لي الموضوع. وكل حاجة من دول بقى حاجات منظمة وحاجة محترمة. يعني يدينا عملنا موقع فيه مواضيع كتير جدا. وممكن ان كمان ان انا يبقى انا هنا ممكن ارجع تاني اقفل التيبس دي كلها،